وأستاذ التاريخ جامعة روسية، وأربط ببلاغ سكاي لاين التي حبرت بيان اليوم فيما يتعلق بالناشطة السياسية شيمة عيسى قال التحقيق استجاب لطلب هيئة الدفاع ابقائها في حال صراح، ولكن النيابة العمومية استأنفت باش تبقى دائرة الاتهام ما بعد عيد الأضحى. أجبوا السكاي لاين تقول تؤكد على التضييق على المعارضين في تونس التي تنتهك وضعيتهم بشكل خطير وغير مبرر لحرية الرأي والتعبير ولقواعد العمل السياسي المتعارف عليها في الدستور التونسي والقانون الدولي لا سيما الاتفاقيات الدولية. تعليق على الموضوع؟ تعليق لي أنا سي حسين. نعم لكم سيد مراد. أول حاجة اللي واحد ينجم يلاحظها أنه استجاب القضاء لطلب الصراح المقدم، هذا أكد أن وضعية القضاء فيها أخذ ورد كثير، وأنه ثم ضغوطات حقيقية، والأخبار الكل تقول اللي هذا موجود إغلاق مكاتب بعض القضاة أو إعفائهم أو غيره، لكن في نفس الوقت هناك بعض الحرص على المحافظة على سلامة القضاء. فما ناس طبعا هم خاضعين لضغوط كثيرة، وليس من البسيط أن يمثلوا حجرة العثرة الوحيدة في وجه الوضع القائم. بالتالي منطقي أن نجد في عديد الأحيان مواقف متوازنة من قضاء أنه يحكم بالملفات اللي قدامه، لكن هذا مش ديما موجود، هذا حسب في الوضعية هذه منتظر، معناه أنه نلقاه أوضاع متفاوتة بين البحث عن العدالة الحقيقية وأحيانا من الخضوع لضغوط، وهي عندما نرى وضعية القضاة بالفعل نفهم أنه ضغوط كبيرة جدا وتهديدات خطيرة حتى لمستوى معيشتهم، العلاقاتهم، العائلاتهم، الأشياء من هذا القبيل. نتمنى أن يصمد القضاة ويقيموا العدل بقطع النظر عن الملفات السياسية وعن التوظيف السياسي الذي يمكن لطرف أو آخر أن يستعمله، علما أنه كل سلطة تحاول استغلال القضاء، كل سلطة تحاول استغلال نفوذها باعتبارها الطرف المشغل من أجل فرض مواقفها و إخضاع القضاء. التصريح هذا يمكن أن يكون صراحة، هذا يمكن أن يكون عامل خير، نتمنى أنه يتواصل. ولكن طبعا النيابة أيضا مع أنها هي مقربة من وزارة العدل فأنها تقوم بدورها مستجيبة حسب تقديرنا لقرار سياسي واستنشاف نفسه. نعم. ولكن الغريب سمحني في ملاحظة أخيرة، أنه السيدة شيمة عيسى تحاكم في نفس القضية التي يحاكم فيها أطراف أخرى، عدد كبير من المتهمين، فبالتالي إذا صح تمكينها من هذا الصراح لماذا لا يتم تمكين غيرها من ذلك؟ هذه حاجة. حاجة ثانية، عندما تتم مراسلة بعض الدبلوماسيين لإعلامهم أنهم غير معنيين في التخابر والتواصل وغيره، فتقريبا المفروض أن تكون الحجج قد سقطت، حجج التخابر مع جهات الأجنبية وغيرها، وهذا لم يحدث. كل هذا للأسف يعبر على وضع التخبط ووضع العقل الذي دخلنا فيه. نعم. فهو يبشر بالخير في حقيقة الأمر. نعم.